التحيتاء، المدينة الساحلية التي أوغلت ميليشيات الحوثي الإرهابية في قصفها وقتلت وجرحت العشرات من نسائها وأطفالها. أما المنازل فحولت بعضها إلى ركام. مؤخرا قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية منزل المواطن علي دخن بقذائف المدفعية بشكل مباشر، أصابت طفلا وأربع نساء من أسرته بجروح بليغة في إطار الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها الجماعة في الحديدة. بينما كانت أسرة المواطن علي دخن تغط في النوم في أطراف مديرية التحيتاء، إذ إحدى القذائف الحوثية تسقط على منزلهما فتصيب خمسة منهما طفلا وأربع نساء. مشاهد دامية وجراح ودماء تنزف وأشلاء أجساد تتطاير لم تحرك من سكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بل وكأن لسان حالهما متلددا في مشاهد قائلا هل من مزيد. القصف الحوثي على مدن وقرى الساحل الغربي لم يتوقف رغم التهدئة المفترضة، ذلك أن الميليشيات لم تراعي حرمتها أو اعتبارا للمدنيين، فلا يكاد يمر يوم إلا وتسفك فيه الدم اليمني تنفيذا لمشروعها الإرهابي. نساء وأطفال ضحايا الإرهاب الحوثي في الساحل الغربي، فضلا عن التهجير القسري وعمليات النزوح الجماعية والتشريد الذي لحق السكان العزل، وهي جرائم تكشف أن الحوثي وميليشياته يستمرئون قتل اليمنيين وإذلالهم خدمة لأطماع خارجية ومشروع عنصري. أهالي التحيتاء ناشدوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل وإيقاف ميليشيات الحوثي عن ارتكاب جرائمها، مبدين استغرابهم من الصمت الأممي المخجل تجاه جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق أهالي الساحل الغربي، والذي مثل ضوءا أخضرا لارتكاب الميليشيات مزيدا من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.